أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ولا تطيع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له نحن خلقنا إن الله كان
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله.